يعني نتكلم في كل النواحي اللي بتخص عضو النادي الاهلي. نخلص او خلصنا ملف الانشاءات والاجتماع اللي كان بحضور الكابتن الخطيب، لنطير الى بوتسوانا مع زميلي محمد سعيد علشان نتابع معاه اخر الاخبار بخصوص استعدادات النادي الاهلي للقاء تاونشيب رولرز في بوتسوانا يوم السبت القادم. محمد برحب بيكم، نور. الخير عليك يا عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في مصر والوطن العربي. برحب بك طبعا، وعايز اقول لك احنا في هذه اللحظات داخل فندق الاقامه. يمكن الفريق انهى التدريب في احدى الملاعب الفرعيه وتحديدا على ملعب الجامعه البريطانيه منذ حوالي نصف ساعه. الطريق بالظبط بعد نهايه التدريب من ملعب التدريب حتى الفندق بالظبط كان حوالي 30 دقيقه. التدريب الحمد لله انتهى بشكل جيد، الحمد لله اللاعبين كلهم ال 23 لاعب اللي في قائمه فريق النادي الاهلي واللي اصطحابهم الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون كلهم الحمد لله خرجوا من التدريب دون اي اصابات، قائمة مكتملة. تدريب كان قوي على ملعب الجامعة البريطانية، وهو يعتبر أول تدريب رئيسي ورسمي لفريق النادي الأهلي على ملعب كرة قدم، بمعنى كلمة ملعب كرة قدم، لأن بالأمس بعد ما وصل الفريق أدى تدريبات استشفائية في الطابق الثالث داخل فندق الإقامة، واليوم صباحا أيضا الجهاز الفني فضل إقامة تدريب استشفائي في حدود حوالي الساعة 12 ظهرا أيضا داخل فندق الإقامة، تدريب استشفائي للتغلب على مشقة السفر وراحة العضلات وتجهيزها للتدريبات البدنية والفنية بدءا من مساء اليوم وحتى موعد المباراة بإذن الله يوم السبت القادم. عمر، إذا كان عندك أي استفسار. يعني محمد، عايز أعرف منك بكره زي ما احنا تابعنا امبارح ان بكره هتكون نفس توقيت المباراه، وايضا يوم الجمعه التدريب هيكون على ملعب المباراه، وكمان عرفنا ان ساعه الاستاد 22,000 متفرج. يعني عايز اعرف منك، هل خلاص اكيد البرنامج ده هيتم بكره وبعده فعلا قبل المباراه ما تكون يوم السبت، ولا في تغيير في برنامج تمرين النادي الاهلي؟ لا بالفعل يا عمر، زي ما ذكرت حتى هذه اللحظات التدريب خلال الفترة القادمة من خلال المواعيد التي أعلنتها، غدا سيكون التدريب في حدود الساعة 6 مساء بإذن الله يوم الخميس، ويوم الجمعة التدريب الساعة 6 مساء أيضا على ملعب المباراة، الملعب الوطني الرسمي الرئيسي والذي سيستضيف هذه المباراة في نفس التوقيت يوم السبت بإذن الله. لكن عايز أكد لك أن النهاردة التدريب ليه كان الساعة 4:30؟ لأن ملعب الجامعة البريطانية الأضواء الكاشفة فيه ليست بجيدة أو ليست على قدر الحدث والمستوى، فبالتالي فضل الجهاز الفني أن يقيم تدريباته في الجزء الأخير أو في الساعتين الأخيرتين في وضح النهار، فبالتالي الفريق يعني قدم ميعاد التدريب بدل من الساعة 6 قدمه حوالي الساعة 4:30، وبالفعل بعد الساعة 6:15 تماما كان هناك طبعا ظلام دامس في الجامعة البريطانية، وكان الجهاز الفني أنهى تدريبه الرئيسي على الملعب الفرعي، وبالفعل توجه الفريق بعد التدريب إلى فندق الإقامة. عايز أقول لك برضو جزئية متعلقة بتدريب النهاردة يا عمر، التدريب بشكل عام تقدر تقول الجهاز الفني أمامه طريقين لخوض هذه المباراة. تشكيلة نفس المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب قبل 10 أيام والتي فاز فيها الأهلي على تاونشيب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، هي نفس التشكيلة التي سيبدأ بها الأهلي المباراة القادمة فيما عدا مشاركة محمد هاني بدلا من أحمد فتحي. لكن هناك يعني عايز اقول لك ايه، تغيير او فكره لدى الجهاز الفني بتدعيم لاعب اخر في خط الدفاع وتغيير شكل طريقه اللعب، والنهارده في التقسيم الرئيسيه وضح ذلك في اثناء المران. لكن على موعد المباراه باذن الله يوم السبت القادم هيتضح الشكل النهائي للتشكيله وخطه المباراه، لكن الجهاز الفني في مباراه العوده يفكر في اتجاهين، جرب خطه النهارده بمشاركه لاعب اخر في خط الدفاع وتكمله باقي العناصر في الناحيه الهجوميه مع وجود وليد سليمان كلاعب جوكر قد لا يبدا المباراه او قد يبدا المباراه على حساب جونيور اجايه. هي امور فنيه الجهاز الفني يعني فضل انه يبدا بها اليوم النهارده ويعني يحدد الشكل والخطه اللي ممكن يؤدي بها الفريق خلال الفتره القادمة. لكن مع تدريب الغد هيتضح الامر بشكل اكتر، لان تدريب يوم الجمعه كما تعلم يا عمر هيكون تدريب بدني خفيف، في التكتيك فيه ما بيبقاش يعني بشكل واضح اكتر، لان موجود وسائل الاعلام وبتسمح لوسائل الاعلام بتحضر هذا التدريب وبتصور اول ربع ساعه. لكن الجهاز الفني يبدو امامه طريق من الاثنين،
يعني إما زيادة الفاعلية الدفاعية والقوة الدفاعية مع يعني إعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين أنهم يشاركوا في الشوط الثاني والاحتفاظ ببعض الأوراق الرابحة على دكة البدلاء. لكن 23 لاعب اللي في مع الأهلي في بتسوانا الحمد لله الحالة الفنية والحالة البدنية يعني الحمد لله تسير بشكل جيد جدا. هناك مواعيد رسمية عمر أيضا ذكرت بالنسبة لي موعد الاجتماع الفني وموعد المؤتمرات الصحفية المتعلقة بليلة المباراة. حتى هذه اللحظات يمكن النهاردة كان في المنسق العام للمباراة من ملاوي كان متواجد النهاردة مع الكابتن سمير عدلي وقال له أن الاجتماع الفني بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم الكيني وكلا الفريقين سواء المدير الكورة والمدير الرياضي مع النادي الأهلي أو مدير الكورة والمسؤول الإداري في تاونشيب. الاجتماع الفني هيكون الساعة 10:30 صباحا في مقر الاستاد الوطني في العاصمة البتسوانية جبروني. المؤتمر الصحفي حتى هذه اللحظات المؤتمر الصحفي التاونشيب الساعة 12 ظهرا في الاستاد الوطني أيضا في قاعة المؤتمرات الصحفية بحضور المدير الفني الصربي لفريق تاونشيب معه أحد لاعبي الفريق. لكن فريق النادي الأهلي حتى هذه اللحظة الساعة 12:30 بحضور باتريسا كارتيرون وأحد لاعبي الفريق. لم يشترط المنسق الإعلامي من كينيا حضور كابتن الفريق حسام عاشور لكن قال لابد من حضور أي لاعب من قائمة الفريق المتواجدة هنا في بتسوانا. قد خلال الساعات القادمة يتغير موعد المؤتمر الصحفي من الثانية 10 ظهرا إلى موعد التدريب. يعني الجهاز الفني قد يطلب تغيير هذا الموعد من 12 الظهر عشان ممكن يكون مع قبل تمرين فريق النادي الأهلي تمرين الأهلي الساعة 6 مساء فيكون قبل التمرين الساعة 5. ده هيتم بالتنسيق في الاجتماع الفني وخلال الساعات القادمة. لكن الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد. الفريق يستعد بشكل جيد لهذه المباراة. درجة الحرارة بتنخفض يوم عن آخر هنا في بتسوانا يا عمر. درجة الحرارة في هذه اللحظات حوالي 8 درجات مئوية. يعني احنا بنتكلم دلوقتي حدود حوالي الساعة 7:15 مع بداية الشوط الثاني يوم السبت القادم. درجات الحرارة في هذا التوقيت تقترب من الأجواء الأوروبية بشكل كبير جدا. احتمالية تساقط الأمطار حتى وأنا بتكلم معاك في أي لحظة. فبالتالي الأجواء هنا أجواء أوروبية بشكل رائع. ده أسعد الجهاز الفني واللاعبين في ظل أن درجة الحرارة في القاهرة تخطت 40 درجة مئوية وفي حرارة عالية ورطوبة شديدة. فبالتالي هذا الجو الأوروبي والرطوبة هنا حوالي 30% لا تذكر أساسا. فبالتالي جو أوروبا هيساعد اللاعبين على أداء مباراة قوية. والتدريب الاستشفائي النهاردة صباحا الجهاز الفني واللاعبين كانوا محتاجين هذه المعدل التدريبي أو الوحدة البدنية عشان يستعدوا للتدريبات البدنية خلال الفترة القادمة. عمر إذا كان عندك أي استفسارات سواء متعلقة بتصريحات الجهاز الفني أو ما هو قادم بالنسبة لمتابعة البعثة الإعلامية والبعثة الفريق من خلال الأستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثة والاتصالات المستمرة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي أجرى اتصال صباح اليوم بالأستاذ خالد الدرندلي للإطمئنان على بعثة فريق النادي الأهلي. طبعا اخيرا عايز اسالك هل في اجهاد ظهر على بعض اللعيبه بعد الرحله الطويله والشاقه اللي قطعوها من القاهره حتى بتسوانا؟ واكيد طبعا مكالمه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه ليها طبعا مردود ايجابي على اللعيبه. وانت عارف ان العامل النفسي عند لعيبه كره القدم عامل مهم جدا جدا. بالفعل يا عمر يعني كابتن محمود الخطيب حرص على التواجد في التدريب الاخير في ملعب التتش بالجزيره قبل سفر الفريق بساعات قليله من مطار القاهره وحرص على يعني دعم الفريق والحديث مع كابتن الفريق حسام عاشور والحديث مع اللاعبين عن اهميه المرحله القادمه وكيف ان بطوله افريقيا هي التارجت الاساسي لفريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في المراحل القادمه والسعي للفوز بالبطولات القاريه والعوده لمونديال الانديه وان اهميه الفوز بهذه المباراه ياتي لاستكمال المشوار الافريقي والتواجد في صداره هذه المجموعة والمنافسة على البطولة الأفريقية. أيضا اتصال الكابتن محمود الخطيب صباح اليوم بالأستاذ خالد الدرندلي ونقل الأستاذ خالد الدرندلي تحيات الكابتن الخطيب لكل أفراد بعثة الفريق وللجهاز الفني. لقى بالتأكيد رد إيجابي من اللاعبين أعطاهم ثقة بالنفس أعطاهم اهتمام أكبر من إدارة النادي الأهلي بأهمية هذه المباراة. وبالتالي ننتظر إن شاء الله كل هذه العوامل الإيجابية مع الفريق في أرضية الملعب. الجزئية اللي سألت فيها عمر متعلقة بحالة الإجهاد وحالة اللاعبين خلال الفترة القادمة بعد هذه الرحلة الشاقة. الجهاز الفني يمكن أنا بالأمس كنت تحدثت مع وليد أزار وعدد من اللاعبين بعد تناول وجبة العشاء. عايز أكد لك أن اللعيبة بعد رحلة طيران الشاقة كانت شعرت بأن الإصابات في العضلة الضمة قد تحدث كثيرا خلال الأيام القليلة القادمة. لذلك مايكل ليندمان اشتغل على هذه الجزئية أنه هو عمل تدريب استشفائي بالأمس ومجرد الوصول. والنهاردة صباحا قبل الغداء بنص ساعة صعد بالفريق إلى أعلى طابق علوي في فندق عشان الفريق يؤدي تدريبات استشفائية في الهواء الطلق في الجو وفي درجة الحرارة المتميزة. في صباح اليوم كانت درجة الحرارة حوالي 18 درجة مئوية. سطوع الشمس كان رائع جدا. الشمس ما تحسش بيها مع درجة الحرارة ومع الهواء البارد. فبالتالي
بيعطي فرصه للاعبين ان هم يهيئوا العضلات بشكل جيد للمرحله القادمه. بعد المران البدني الشاق اللي اداه الفريق في هذه اللحظات او بعد ما انتهى من الجامعه البريطانيه وعاد الى فندق الاقامه، اؤكد لك ان الحمد لله الفريق استعاد الاستشفاء بشكل جيد قبل السفر، ووصل للحاله البدنيه التي كان عليها الفريق قبل السفر الى بوتسوانا. يتوقف فقط الشغل على الجوانب الفنيه خلال ال 48 ساعه القادمه باذن الله، والجزء البدني هناك استعداد جيد مايكل ليندمان من خلال ايضا دكتور هاني وهب اخصائي التغذيه ودكتور خالد محمود طبيب الفريق. هناك اجتماعات مستمره في هذا الشق عشان يستعد الفريق بشكل جيد لمباراه مثيره 90 دقيقه لا تحمل اي يعني فرصه للتهاون فيها او تضيع اي هدف او ضياع اي نقطه. لابد ان شاء الله من احراز الثلاث نقاط، واسعاد كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان يا عمر. محمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واكيد بيطلعنا على كل ما هو جديد.